عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين في هذه التغطية الحصرية وعلى الهواء مباشرة من منتدى الفجيرة الثقافي الذي يواكب طبعا المزامنة مع جائزة راشد للإبداع. فاطمة وردة في رماد المغني وشمس قصائده الغائمة، جسد ضائع في رماد الأناشيد مشتعل بين أعشابها، جسدي صائم عن شراسته أم قبائل في جسدي صائمة. فاطمة منذ 20 قرنا أطاردها، أخضر القلب مشتعل الشفتين، أتناثر في الريح، لا شيء في الريح غير الصدى وبكاء اليدين. هل يجيء بها الوهم من آخر الوهم؟ تأتي بها الريح من آخر الريح ثانية، ذا دخان القصائد يخضر والشعراء يعودون من شعرهم مطفئين، خمرة أم حنين، ذا رماد الأغاني وذاك اشتعال بساتينها العارمة، فمتى ستطل عليهم فاطمة؟ نرحب وإياكم. ستطل عليهم فاطمة يا أمجد، أبدعت. هذه طبعا كلمات شعرية من الشاعر المشارك طبعا الكاتب طبعا والروائي دكتور علي جعفر العلاق المشارك في الجلسة الثانية. نعم. ليالي بمنتدى الفجيرة الثقافي، نوجه لهم كل التحية والتقدير على مشاركتهم. نرحب أيضا بضيفنا في استوديو الحدث طبعا دكتور منصور الحارثي. أهلا وسهلا بك، مدير عام طبعا جمعية الشعر العربي، أكاديمية الشعر العربي في المملكة العربية السعودية. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، وشيء جميل أن يبدأ الإعلامي هذا اللقاء بمقتبس من الجلسة، لأن هذا يدل على بالفعل أن الوعي الإعلامي للمضمون سيوصل هذا المضمون بشكل رائع جدا للمتلقي من هم خارج أسوار هذا المكان. دكتور منصور، لفتتني جدا مداخلتك مع دكتور فرمين حبيبة عندما قلت لها أنك إذا كنت تريد أن تخاطب الطفل لا يجب أن تكون طفلا، لماذا؟ والله حقيقة أن وجهة نظري تدور حول أن الطفل حينما يريد أن يخاطب طفلا آخر فهو لا يبحث عن إجابة، هو في عالمه يوجد هذا الطفل، وهم جميع الأطفال يبحثون عن إجابات ليست موجودة عندهم وعند الحالة الطفولية. الإجابات موجودة عند من يثق الطفل بأنه يملك شيئا لا يملكه هو. هو يثق دائما في من هو أكبر منه، يثق دائما في والده، في والدته، في أستاذه. الطفل يبحث عن هذه الإجابات، ولا بد أن ليس من الضروري أن تكون هي إجابات صحيحة أو خاطئة، لا يكون هذا في مغايرة الطفل. ربما هي حقيقة أنك تسمع هذا الطفل وتجيبه، هذا أمر كبير جدا. لذلك أنا أقول أمت الطفل الذي بداخلك، ليس فقط لأنك إذا عشت هذه الحالة الطفولية تحتاج إلى من هو أكبر منك حتى يضبط لك هذه الحركة الانفعالية. لذلك دائما استخدام الطفل في النص الأدبي أو استخدام هو استخدام ليس استخدام طفولي لعب، إنما هو استخدام طفل إما من باب الذكرى، من باب الألم، من باب البحث عن واقع أجمل، من بحث أن تلك الأحلام التي كانت لديه لم تتحقق حينما كبر، لذلك ما زال طفلا لأنه لم يكبر، لأن أحلامه لم تتحقق بعد. هذه قضية العلاقة بين الطفولة الداخلية والمبدع، ولكن قضية أن يظل هذا الطفل موجود حتى أكتب شعر للطفل، أنا يعني أختلف تماماً مع وجهة النظر هذه. على الرغم من الجلسة كانت يعني مثيرة جداً وفيها يعني تفجير في الفجيرة، ولكن روح النقد لازالت موجودة في داخلك. لابد، أنا أقول دائماً أني أنا لا أرى في الجلسة فقط أنها جلسة بآراء مختلفة، أنا أبحث عن خط درامي أو أبحث عن أمر أربط به هذه الأفكار رغم تناقضاتها. لذلك الخط الدرامي أو الحبكة الموجودة داخل أي نص، أنا أسمي الجلسة نص، هو الفقرات الموجودة وربط هذه الأفكار وتناقضاتها وتعليقات عليها. جميل جدا، يعني الكثير من المحاور تم النقاش فيها في هذه الجلسة الثانية بإدارة الدكتورة بروين حبيب. نلاحظ أن هناك الكثير من
النقاد مثل حضرتك يعني يطرحون هناك تساؤلات مثل يعني خلينا نكون صريحين شوية، وضع نموذج الأسطورة في روايات الأطفال، يعني نعود إلى الوراء كقصص الطفولة دمنة وكليلة وإلى آخره وسندباد، يعني عاف عليها الزمن وما زال تطوير هذه الروايات. أيضا وضع الأساطير من أيام زمن الجاهلية، قوس قزح كما تفضلوا في الجلسة، قزح هو إله من آليات الجاهلية، بما معنى ذلك أن الموروث ما زال موجود من الجاهلية، من الموروث العربي بجميع البلدان موجود، ولكن الأسطورة اليوم كيف توظف برأيك في الروايات وخاصة روايات الأطفال؟ هل ما زال الطفل يصدق الأساطير؟ وهل نحن بحاجة إلى الأساطير؟ هذا هو السؤال. لا لسنا بحاجة اليوم. هل الطفل اليوم هو بحاجة إلى ما كان يحتاج إليه الطفل في السابق؟ هذا هو السؤال. المعايير اختلفت. أيضا هناك أمور ما خلف الحقيقة وما خلف المسميات، قوس قزح إله كذا، قوس هذه الأمور كثرة تداولها في عالم الأطفال يجعل أن هناك محاذير كثيرة حين نقول لا تقترب من هذا الأمر، فإن له أبعاد ثقافية أخرى عند قوم آخرين. صحيح، يؤمنون به كذا. الطفل لا ينظر هذا بسبيل العقيدة أو الإيمان أو الكفر أو كذا، لابد أن نخاطب هذه العقلية بشيء آخر. فعلا شيء آخر هو الخيال الموجود للطفل، هو خيال متجاوز تماما خيالات الكثير من الكبار الآن. أقرن هذا الخيال بما يمتلكه الطفل اليوم. هل يمكن أن نطلق عليه مسمى الخيال الرقمي؟ بل هو عالم آخر، عالم رقمي آخر، تجاوز كثيرا. الآن الطفل لا، حتى حينما قلت لك في البداية أنه لا يبحث عن إجابات، بالفعل لا يبحث عن إجابات. نعم. الإجابات في يده. هو الآن في السابق كان مصدر الطفل كتاب، وكان مصدر الطفل الأسرة. صحيح. الآن فضاء واسع. نعم، فضاء واسع. الطفل يتعلم من مصدر آخر. لذلك العمل الآن حتى وإن كان عملا أدبيا فرديا فلابد أن يتحول إلى عمل مؤسساتي. مشروع الطفل ليس فقط مشروع فردي أو هم فردي أو هم مجموعة من الكتاب يجلسون حول طاولة واحدة ويقولون همنا الطفل. الطفل هو مشروع وطني، مشروع هام. اليوم ما تقدمه حتى اليوم الفجيرة في هذا الموضوع بالذات وفي هذه الدورة بالذات وما يقدم وهذا الجمع من الخبراء أن يناقشوا مثل هذه المواضيع يثمن بطبيعة الحال، وهذا هو الدور الحكومي. نعم، هنا ما يثمن في هيئة الثقافة والإعلام حينما تبحث موضوع بهذا الحجم. نعم. وبهذه الحساسية ويكون عليه هذه التغطية الإعلامية المصاحبة، أن هناك هم مشترك ولكنه تحول إلى هم مؤسساتي. أكيد. نحن بحاجة إلى تحويل هذه القضايا إلى قضايا مؤسساتية، لأن هذا وطن. صحيح. هذا الطفل عربي. دكتور، أنا وإياك وكل الأهالي وذوي الأطفال نود اليوم أن نرى أطفالنا على متن الطائرة، على متن القطار، في داخل السيارات يقرؤون القصص. واليوم نحن نتحدث عن أدب الأطفال. ما هو السبيل لإيصال أولادنا إلى هذه الدرجة؟ أود أن أربط بين أدب الأطفال والتكنولوجيا والحداثة. نعم، أن نقرأ نحن أولا، هذا هو الحل الوحيد. حينما يجد الطفل أن في يدك نموذج قدم لهم القدوة أولا. حينما نحن في الطائرة ككبار لا نقرأ. صحيح. نحن في القطار لا نقرأ، نحن في أي مكان لا نقرأ. إذا أردنا أن ننشئ جيلا قارئا فلابد أن نقرأ، لأن هذا الجيل يتعلم من سلوك ولا يتعلم من قول. صحيح. هذا الجيل يرى، يعني الصورة البصرية هي الصورة التي تثبت عند هذا الطفل حينما يراك تقرأ في السابق ويرى هذه الصورة المركبة. لذلك هناك أمور كثيرة نحن نفعلها اليوم لسنا بحاجة إليها، ولكننا نفعلها لأن آبائنا فعلوها. صحيح. فقط لذلك نقرأ أولا، ثم بعد ذلك لا نمنعهم من الوسيلة، لا تنظروا إلى الوسيلة. نعم. الهاتف في يده، الآيباد في يده، كل شيء في يده، فقط لا تنزعه من يده، ولكن غير المحتوى الداخلي. نعم صحيح. حبب إليه هذا المحتوى، قدم له المحتوى عن طريق آخر. فعلا. هل نقطة الضعف في المحتوى نفسه أم في طريقة تقديمه اليوم؟ المحتوى الراقي موجود للأطفال. نعم للأطفال المحتوى الراقي موجود، ولكن طريقة هذا التقديم فهو يقدم على طبق من معدن، لا يقدم على طبق يجذب هذا الطفل. صحيح. يقول له تعال وقرأ. الآن الطفل يعني ليس بحاجة بأن تقول له اذهب وافعل ذلك، فقط اجذبه لهذه المادة، اجذبه في هذا.
الرسومات الموجوده الانيميشن تحويل هذه الاعمال الى افلام الكرتون الى حتى افلام الكرتون نعتبرها خطوه سابقه الان. صحيح. الان يوجد ابلكيشنز على الجوالات ممكن يدخل اليها الطفل ويتعلم وياخذ كل المعلومات. نعم. لذلك فلنعد صياغه هذا المنتج الراقي لان المنتجات الرخيصه قدمت بهذا الشكل فنحن صحيح. لسنا بعاجزين. وهذا نعم. ما اردت ان اقوله لابد ان يتحول الموضوع الى موضوع مؤسساتي ليس فردي. الفرد نعم. لا يقوى على حمل مشروع ثقافي كبير فعلاً. مثل هذا المشروع الغزو أكبر منه نعم. واليد الواحدة لا تصفق دكتور نهائيا يعني هذا المثل الذي ما زلنا نمشي عليه. لنعود أدراجنا إلى الكاتب العربي الكتاب العرب وخاصة قصص الأطفال يواجهون فرض رقابة فرض قيود يعني يقول لك الكاتب أنا محصور أنا مقيد ما أقدر يعني أغرد خارج السرب وفوق السقف يعني ما سقفي إلى هذا الحد. أحيانا هذه الرقابة والقيود التي تفرض على الكاتب هل هي تسببت أحيانا بضعف رموز الأسطورة في روايات الأطفال؟ نعم أولا فلنعلم ما نوع الرقابة. إذا كانت رقابة من أجل الطفل فحي هلا هذه الرقابة مهمة جدا نعم. ولابد يعني فسح الكتاب مطلوب فسح الكتاب في العالم في الغرب واحنا يعني انا في خلال فتره طويله حينما يصدر كتاب واحد في سواء في بريطانيا او في امريكا هذا الكتاب يخضع لرقابه. لا تظن ان ثقافات وعقول هذه الاجيال القادمه عقول يعني في متناول يد اي شخص كان لكن هذه الرقابه اذا كانت رقابه وظيفيه من موظف مثلا في جهه ما يراقب هذا المنتج بشكل وظيفي هنا إشكالية تقع بين المؤسسة والمبدع يعني يقول لم صحيح. أفهم أو لم يفهم هذا الشخص أو لم يصل إلى مستوى الفهم نعم. هذا أمر آخر أن هناك رقابة أدبية ورقابة نفسية ورقابة نعم هذا رقابة مهمة جدا لكي نخرج منتجا قويا. ما زلنا ندور في المؤسسة والفرد ولكن لماذا ندور حول الأسطورة فقط في الاختيار؟ أنا أرى أن هناك يعني لابد من التفريق بين الأسطورة والحكاية الشعبية والرمز وهذه المفردات ضخمة جدا كبيرة جدا. إذا كان للأسطورة أبعاد عقدية فربما للحكاية الشعبية أبعاد اجتماعية ربما للرمز أبعاد سياسية. كل هذه الأمور لابد أن تخضع رقابات. الشعوب دائما تبحث عن هويتها الشعوب نعم. دائما تبحث. لذلك هذا ليس دور الشعب فقط بل دور المؤسسة التي تحكم هذا الشعب أن تقدم أو تراقب هذا المنتج لكي يحافظ على الهوية العامة يحافظ على الهوية الخاصة أكيد. يتناغم مع الرؤى. الآن كل دولة خليجية كل دولة عربية تبحث عن رؤية معينة إلى 2030 إلى 20 صحيح. هذه الرؤى لابد من العمل الشاق حول بناء جيل يستوعب هذه الرؤية. نتمنى دكتور معها. نتمنى دكتور إن شاء الله أن يأتي اليوم ونفخر بأجيالنا وما نزرعه من قيم خلاقة. إذن دكتور منصور محمد الحارثي أنت من خلال هذا المنبر تنادي بتعزيز الرقابة في عالمنا العربي على محتويات المقدمة للأطفال. أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار الراقي والثقافي. مشاهدينا نتابع وإياكم فعاليات اليوم الأول لمنتدى الإفشير الثقافي ولكن عقب الفاصل.